اللي كيسد الحلوى ما خرجوا كتشوفوا خرجوا زوينين منفوخين هانتوما، حيت كاين اللي عمرت كاين ما عمرش، شي نورمال. هانتوما الشك ديالهم كي كيكون، وانتوما راكم زعما الاختيار تلونوا ولا ما تلونوا، زعما ديروا لي كولور اللي بغيتو. انا غير هادشي زعما موجود عندي في الدار وصافي، خصني نديرو باش ما زعما نفرحوا هاد الدراري الصغار. صافي هانتوما دونك غادي نخليهم كومبليتمون يبردوا البنات، حيت الا درتوهم سخونين كيتهرسوا على الاقل واحد ربع ساعه ماكسيموم باش فاسيل مو يتحيدوا. ايوا صافي ونرجع باش نوري لكم ان شاء الله في طاولات التقديم ان شاء الله. بسم الله على بركه الله، غادي نبداو بالبيض. البيض بحال العاده يكون خارج على حراره المطبخ ديما ديما، ولا خرجوا على واحد ساعتين ولا ثلاث سوايع، ما عمركم ديروه كونجلي كتجي الحلوه خايبه. غادي نبدا ان شاء الله، غادي تشوفوا واش كتبان لكم بحال العاده. غادي نبدا بالبيض بسم الله. ديروا على فرد العائله ديالكم، انا بوغ لانستو غادي ندير غير هاد البيضات، غير صديقه باش تجي عندي ونشرب معاها اتاي وصافي. هاد الحلوه ديال دواز اتاي، غندير السكر، السكر ما عامر كاس ديال العلبه ما عامرش كتعرفوا العاده. وغادي نطرب مزيان، الى عندكم طرب الكهربائي ديروه، انا كنبغي ديما اليدوي. هاد المقادير سهله وموجوده في كل بيت. سميتها الكيكه ديال الزربه، هي هذه الكيكه ديال الزربه. غنطربو هادشي مزيان في ضعف الحجم ديالو، ولا حتى يكون ابيض. انا دوكا هادشي راه زربانه، غاش بقى نطرب حتى يضعف الحجم ديالو. السكر تيدوب شويه السكر وصافي، هاد السكر هي سهله. وغادي ديروا الزيت على جوج دفوعات ولا ثلاثه. انا راه عندي كلشي، عندي الطراب، عندي كلشي، ولكن سبحان الله سبحان الله كنبغي ديما نخدم بيديا، ما عارف علاش، راه كنقولها لكم ديما. تنسموها باش ما بغيتو بالفاني ولا بالليمون حامض، زعما القشور ديال الحامض كيجيو زوينين. اي نفس ما بغيتو نتوما، واحد له حريه ديال الاختيار. المهم زيت تاني راه ما عمرتش، درت غير النص تقريبا. غادي ندير كاس الحليب، ما عندكمش الحليب ديروا الماء، الماء الساخن راه ما كيدير حتى شي حاجه، كتبقى هي هي. غادي ندير فانيا، البنات كنشكر جميع الناس اللي كي بحال عاده كيتساعدوا معايا وكنتساعد معاهم، وكنقول الله يسمح لي مع دوك اللي ما تيبغيوش يديروا ليا. انا كندير لكم ديما اي فيديو جا عندي، سواء راجل ولا مراه ولا بنت، ديما كندير لايكات وكنشارك معكم في القناه ديالكم وصافي. المهم كنقول لكم شكرا، كنشكر الجدد بحال عاده، كنشكر ديما الجزائريات اللي كيتساعدوا معايا بزاف 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 كثره، كنشكركم وكنقولها لكم ديما. وكنشكر التركيات التونسيات المغربيات، المهم كاع اللي تساعد معايا راه كنشكرو صافي. المهم الخماره ديال الحلوه غادي نديرها في الاخر، هي هذه ديال الحلوه غادي نديرها في الاخر. هنا عندي كاين جوج كيسان ديال الدقيق ولا الطحين، جوج اونص راه غرب زعما درتهم هنا عبرتهم،
ولكن غادي نديرهم هنا شويه بشويه باش نغرب لهم. راه مزيان واحد يتساعد البنات واحد كما كنقولوا حنا ديما يد الله مع الجماعه، نتساعدوا بيناتنا ونتعاونوا بيناتنا صافي، ما خصناش يكون بيناتنا داك. فعلا انا واخا عندي الفيديوهات كيتراكموا بعض المرات، ولكن كندير واحد بواحد، ملي كنسالي كنجلس والله الا بعد مرات كتنعس بنتي بكري ونجلس انا نجلس وحده حتى الجوج باش كلشي زعما نشوف الفيديوهات ديال هذوك اللي جاوني. راه سي نورمال، وما عمرني درت جيمبا ابدا، ديما كنقول كندير لكم لايكات ما يمكنش، كنقولها وسمحوا لي. اي فيديو جا عندي كندير الاشتراك وكنتساعدوا صافي. اي والله ديما ما خلق والناس راه ماشي بحال. المهم انا كنشكركم من صميم القلب ديالي، هذا هو اللي غادي نقول. الجوج يلا دخلوا دوك القدام، كنشكركم بزاف البنات والرجاله والعيالات، راه عندي كلشي. كنقول لكم ديما هاد القناه ديال راه غير القناه ديال البساطه، واللي درتها كنقاسمها معكم صافي. الا خرجت الا كنصور لكم الفيديوهات الا كنعملي شي رونديفو بالحكم ديالي انا في باريس، ملي كتكون شي منطقه كنصورها لكم، كنقول زعما باش تشوفوا مزيان واحد بقى يشوف. صافي البنات انا هنا درت الدقيق هو الاخر، غادي نحاول نخلط هادشي مزيان نتوما، وغادي نقول لكم اشنو هاد الخليط. غادي نقسمو على ثلاثة يا البنات، غنقسمو على ثلاثة، غادي نخلي واحد نص بيض وجوج غادي ندير لهم هاد لي كولور، غندير واحد الخضر واحد الزرق غير باش يكون شويه ديال لي كولور نبدلو شويه. هادو راه تيكونو البنات غاليين، تنشريهم في اوشو زعما ما فيهمش داكشي لي خايب، غاليين بزاف. كولوراسيون اليمونتير اون بودغ، هادو ديال اوشو غا تيكونو غاليين وزوينين. في الحقيقه انا جربت دوك ديال الماء خايبين، هادو هما اللي واخا غاليين والله تنشريهم، ما عطوش 3 اورو كيك ما نعرف. المهم راه هذا مخربل، ها نتوما كتشوفوا، ها نتوما راه هذا كيما نسيت استسمح نسيت الخميره، علاه تلفنا على الشهر هذا يا ربي. ها هي غادي ندير الى عندكم جوج خمارات ديروها، انا غير داكشي اللي بقى عندي حتى هو تنقول لكم كنعدي ديما ونقضي داكشي اللي عندي. بقات عندي خماره اونس، ولكن هادو ديال فرنسا تيكونوا عامرين، راه غير وحده كتكون فيها 11 غرام، ما عرفتش كيبان لكم ولا لا، هادي فيها 11 غرام غير وحده. ملي كنمشي للمغرب راه كديهم ديما الوالده كتقول لك جبدوهم، حيت بارامو ديال المغرب ما عامرش بزاف، كديما كنبغي نمشي كندي ليها بزاف ديال هادشي ديال الخماره الحلوه. صافي البنات قلت لكم غادي نقسم الخليط ها نتوما، غادي نحاول زعما غادي ندير هادشي بالتساوي الا بيجي ليا كيبان ليكم جيسبر. غادي فوالا ندير ايلوش باغ ابخي نزيد نشوف، حيت مبغيتش ندير هذا كتير هذا. نزيد الثانية
عندها جوج بنيتات وبنتي وعرفتوا الدراري الصغار الاطفال كيبغيو هادشي ديال الزواق باش ياكلوا. ما نفرحوش حتى الكبار فرحوا حتى الصغار وصافي حلوه عاديه وصافي ما عرفتش نقول لكم فيها زواق غير سامبل بحالي انا سامبل فوالا البنات هادشي اللي كاين دروكا غادي ندير لا كولوراسيون وحده غادي نخليها هكاك غادي نخليها هكاك وهاد جوج غادي وحده ندير ليها هاد المعلقه ديالها باش ما تخلطش وصافي هاد جوج غادي هادي غندير وحده في الزرق وحده في الخضر هاك نبغي ندير كاع اربعه ولا قلت بزاف اربعه سيترو المهم ديروا داكشي اللي بغيتو على حساب اللون اللي بغيتو نتوما بور لانستو انا غادي ندير غير هادشي كنشوف اللون اللي بغيت تحكموا على اللون اللي بغيتو وهادي غندير لها الخضر باش ندير حتى ديال الشوكولاط ولكن استسمح ما بقاتش عندي ديك الكاكاو هو اللي زوين ما كاينش صافي دروك غادي بيان سور غادي تخلطوا الخليط وكما قلت لكم زيدوا الا بغيتوا اللون يكون غامق زيدو انا غادي نكتفي بهذا الشيء ما بيش نكثر نحاول نبقى نوري لكم انتم يا البنات غير تخلطوا صافي ها ما حد كتخلطوا واللون كي زعما تيكون كتدخلوا داك سميتو فوالا هادي هادي الخضر البنات سبحان الله اللون قهوي ولكن هو خضر ما عرفت كيفاش كيديروا هاد الالوان باش يصبغوهم طبعا نخليها غير هكا باش يجيو هاد الالوان يكون بيض وخضر هانتوما راه حرت قلت زعما نديرها في هادي ولا في الاخرى قلت زعما نديرها في هادي ولا في زعما نديرهم في هادو الصغار ندير معلقه 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 هانتوما تشوفوا هاد الشيء القرار ديالي هو كيجي ديما اخر ما كنقررش داكشي غندير ديما سبحان الله غادي ندير معلقه هانتوما معلقه معلقه غادي ندير معلقه ديال هاد الزرقاء بيتو ديروها البنات في فواحد الطاوله تكون وحده صافي في ديروها قلت لكم انا مع الدراري مع مراتي مع جوج ولادها وانا بنتي وكل وحده غادي نعطيوها وحده وحنا غادي نهزو وحده وصافي داكشي اللي داكشي زعما علاش انا فكرت في هادي ما حتى الاخرى راه كتجي زوينه ايوا صافي هنا حنا كنلعبو شويه سان جو دونفون كما كيقولو نصارى هادشي كيبغي الوقت ولكن هانتوما بوغ لاستون غادي نخليه هكا حتى نشوف حتى نعمر حيت عندي ابوبخي عندي بزاف هاد القوالب باش نحاول الا درت غير خمسة ولا ستة صافي فيا زعما الا درت غير ستة ديال هادو بركة
صافي البنات غادي نكمل على هاد الطريقه ونكمل على الطريقه ان شاء الله تنكمل ونرجع معكم باش ما نطولش. انا دركا عمرت هاد القوالب، راه تاكل شويه عا زعما القوالب كبار شويه، ولكن درت غير النص تقريبا النص صافي. حنا راه غير جوج ولاد وبنتي والمراه، خرجوا لي 10 ديال هاد لي كيسات الكبار. هاد لي كيسات راه كبار كيتباعوا جو طابل. انا راه ديجا درت فيهم واحد المره وغسلتهم، باقي زعما زوينين، وقلت زعما علاش لا نجرب فيهم هاد المره زعما الثالثه راه غادي تغسلوا بالصابون تيكونوا زوينين ويتمسحوا وصافي. البنات غادي نديرها في الفران، الفران على 180 حتى 170، ديروا كاع 170 باش طيب الحار زعما باش طيب شويه وباش طلع ما تحرقش وصافي. ملي غادي طيب ان شاء الله غادي نوريها لكم. هنا البنات راه طابوط ما كتشوفوا، خرجوا كما قلت لكم رائعين انتما وزينهم باش ما بغيتو بديت تخليهم هكا خليهم هادو باش بديت ليهم بالخضر، وكاين اللي بديت ليه بالابيض انتما. المهم الالوان كتتغيروا الالوان، جاو مبومبين زعما مبومبين في الشيء زوينين انتما. ودركا كيبقى لكم زعما التزيين اللي بغيتو انتوما. حلوه جات رائعه رائعه رائعه. والله ما كنظنش واش غتخرج ليا دروكا هكا ولا لا. انا دروكا زعما جاتني واحد الفكره شويه، درت شويه ديال الشوكولاته وندير عليها الفوق وصافي. غديروا على الالوان اللي بغيتوا البنات. انا غادي ندير غير هاد الخطوط العشوائيين، تخليوها هكاك بهاد الالوان ديالها خليوها. انا غير باش نفرح هاد الوليدات اللي غيجيو عندي صافي. ماشي زعما شي حاجه صافي، عاد ديروا بحال هاد الالوان ولا اي حاجه بغيتوها ديروها انتما. غندير انا غير هكا بوغ لانستو، جاتني غير هاد الفكره في الراس. فوالا واو. المهم حاجه سامبل وسهله انتما، خليوها كما قلت لكم. انا خليوها هكاك صافي. غادي نبقى نستوكيها هنا هاد الكويرتات الصغار، نبقى نديرها هنا. درت واحد جوج هكا. المهم نكمل ونرجع معكم ان شاء الله باش نوري لكم كلشي باش ما يكونش الفيديو ممل، حيت ما كيبغي كاين اللي ما كيبغيش في الصحافه حقيقه، ما كيبغيوش الناس الفيديو ممل.